الطبول عامة بتعتبر من الآلات التراثية لأن تاريخها بيرجع لأكثر من حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. امبارح كان ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة بمسرح بئر يوسف بالقلعة، وأقيم تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. الحقيقة أن الدورة دي شهدت مشاركات متميزة جدا من 43 فرقة من عدد من الدول، وقدموا خلال مشاركتهم حوار فني بديع بيجمع بين كل ثقافات الشعوب. خلونا نشوف ازاي في التقرير اللي جاي. رسالة سلام انطلقت من خلال دقات الطبول للفرق المشاركة في المهرجان اللي تميزت بالإبداع والتفاعل القوي مع الجمهور على أكثر من مسرح من المسارح اللي استضافت الفعاليات، وعشان كده إدارة المهرجان حرصت على إرسال رسالة محبة بتكريمهم خلال حفل الختام على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ووجهوا رسالة شكر ومحبة لمصر على استضافتها ورعايتها للمهرجان. سعيد باللي حصل النهاردة، إن إحنا قدمنا رسالة للعالم بكشافات الموبايلات أغنية السلام بتاعت المهرجان. عاوز أقول لك إحنا كنا عملناها في شارع المعز، كان حوالي 4000 شخص، وكالات الأنباء العالمية الحقيقة كانت سعيدة وقالت إن لقطة ومشهد أسطوري، وقالت لي إن لازم ده يتعمل فيه الختام في قلعة صلاح الدين، وعملناه بالفعل. النهاردة أنا أسست لكورال الجماهير، هذا الكورال العظيم، جماهير عاوزة تغني، جماهير جميلة أصواتها جميلة، بتعاون مع الموسيقات العسكرية إن إحنا نغني أغاني في حب الوطن. والحقيقة كان التحام جميل جدا بين كورال اللي أنا أطلقت عليه كورال الجماهير مع الموسيقات العسكرية في أغاني في حب مصر. إقبال جماهيري غير عادي، كل فعاليات المهرجان 5000 في كل مكان كل يوم في المتابعة، سواء سور شارع المعز أو قلعة صلاح الدين أو كل الأماكن اللي اتعرض فيها المهرجان، 5 أماكن عندنا. الحمد لله الإقبال الجماهيري زي ما حضرتك شايف، دورة موفقة بكل المقاييس الحمد لله. هو حدث يصب في خانة السلام، حيث أن السلام هو دعوة إنسانية كبيرة جدا. نحن نهني الشعب المصري والحكومة المصرية بإقامة هذا الحدث الكبير جدا، ونشد من أزرهم ونشارك بالجالية السودانية والبعثة الدبلوماسية السودانية، وشرفنا ذلك جدا جدا بأن نكون وجود في هذا الحدث الراقي الممتاز التي عودتنا جمهورية مصر العربية الرائدة في هذا المجال نيابة عن كل الأمة العربية والأفريقية. أنا شايف إن المهرجان فوق ما كنت أتوقع من الجمال والإبداع والتنسيق والتنظيم وحسن الإدارة. بشكر كل القائمين على هذا العمل الضخم الصرح الجميل اللي هو بيجمع شعوب كتيرة جدا جدا على نغمة وسلم موسيقي واحد متقارب. كلنا متعرفين على بعضينا بشكل جميل، كلنا بنشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده، حابين ان احنا نتفرج على الحاجات دي وتكون شكل دائم لرفع مستوى الثقافة بشكل عام في مجتمعنا المصري العربي. مشاركتنا طبعا اليوم تأتي لعكس التراث الأردني وتقديم خلينا نحكي الفن الأردني، وأيضا سعيدين جدا في هذه المشاركة لأنه تأتي ضمن إطار تكريم الفنان إرث الفنان عبده موسى، وهذا طبعا يعني لنا الكثير. رأيي بالمهرجان مهرجان رائع لأنه يقدم رسالة رائعة ونبيلة، مفادها أنه على الرغم من جميع الاختلافات الموجودة قادرين على تقديم رسالة واحدة وهي التناغم والوحدة من خلال قرع الطبول وتقديم الأهازيج والأغاني والموسيقى. طبعا بالنسبه لنا حاجه مشرفه جدا، حاجه زي كده بتتعمل على ارض مصريه، وشرف لينا ان احنا لاول سنه نكون حاضرين المهرجان ده طبعا بقياده الفنان الكبير طبعا العظيم انتصار عبد الفتاح. قدمنا عرض والنهارده هنقدم عرض تاني ويا رب يعجبكم ان شاء الله. ان احنا مشاركتنا رقم 9 في هذا السته في هذا المحفل رقم 9، شاركنا في اكثر من 19 مهرجان في مصر،
لعامل التاريخ والجغرافيا بمصر والسودان. استفدنا جدا من هذه الأجواء الإيجابية، من الصوت، من الإضاءة، من المسرح، من الإخراج، من كله استفدنا استفادة كبيرة جدا. لذلك بنحرص أن نكون دائما في هذا المهرجان، في هذا المحفل الكبير. والله حاجة يسر حلوة ويسر قوية، تلم الثقافات الكل، تلم برشا بلدان في مهرجان الطبول، معناه شعار ويعبر عن السلام والاتحاد الدولي ما في العالم يعني، وتبادل الثقافات من موسيقى ولبس وغناء. وإن شاء الله حنشرف تونس مرة أخرى، نعاود نرجع لمصر إن شاء الله، وفي دورة إن شاء الله في العالم حندورها. إحنا فرقة مصرية بنتمرن في المركز الثقافي الهندي بقالنا أكتر من 7 سنين، ودلوقتي إحنا أول سنة نقدم في المهرجان ده، وإن شاء الله مش هكون آخر سنة. مهرجاننا 2 مرة جاي، جميل جدا، ريت والله كل دولة جاي، دي مهرجان ده انترناشونال دولي، جميل جدا جدا جدا، ريت والله أنا جاي، نفسي جاي تاني. أما الجمهور فكان سر نجاح المهرجان من خلال الإقبال الكبير اللي شفناه على مدار أيام المهرجان. الجمهور كان بيجي كل يوم في كل أماكن الفعاليات على اختلاف فئاتهم وأعمارهم، وبيتمنوا استمرار الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام. الفرق كلها تحفة تحفة، وفرقة رضا كانت متألقة قوي، فرقة طبلة الست، الواحد فخور بصراحة. طبعا أخذت انطباع إيجابي جدا من يعني فهم الثقافات الأخرى مثلا في الجانب الفني والإيقاعي، وفي مزيج غير عادي هنا، كأنها لوحة فنية كبيرة، وأعتبرها مهرجان عالمي بالنسبة لي، واستمتعت جدا. هو بصراحة هو حاجة كويسة جدا مشرفة لمصر، وبندعو للسلام والله، وتنظيم حلو. والله هو منتدى ثقافي جميل جدا، والحمد لله يعني جامع جميع الشعوب عندنا الحمد لله، وربنا يتمها على خير ان شاء الله. المهرجان جميل جدا، وفرصه الشعوب تتقارب، والشعار اللي عجبنا قوي اللي هو حوار الطبول من اجل السلام، دي في حد ذاتها حاجه جميله جدا. طبعا مصر ام الدنيا، وفيها ثقافات عظيمة وكبيرة، ونحن طبعا اليمنيين نعتبر بلدنا الثاني، ونحب نجي دائما مصر للسياحة، وكمان نتعرف على الحضارات المصرية، وما شاء الله تبارك الله يعني مهرجانات ممتازة، ونتعرف على ثقافات حلوة وجميلة. المهرجان ما شاء الله حلو قوي بصراحة، أنا عجبني جدا. أنا مبسوطة قوي المهرجان الحلو ده، وأنا والمهرجان عجبني جدا. ومع نهاية فعاليات مهرجان الطبول في نسخته 9، نقدر نقول إن أبرز ملامح النسخة دي تلخصت في شعار السلام وعودة المهرجان لشارع المعز وعدد من الأماكن التاريخية، وكمان زيادة الفرق المشاركة. وبكده نقدر نقول إن مهرجان الطبول بيؤكد إن مصر قبلة السلام وبلد الأمن والأمان. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.